حقيقي قسما بالله الا الدراري كانوا تيعوموا ان مشاهدي قناه شوف تي في ان ومرحبا بكم في البث المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء بالضبط سيدي معروف احد الاحياء اللي مجاوره اللي هي النسيم. وهنا مشكل ديال الواد الحار بعد ما هذا الواد هذا كان واد اللي زوين وكان اي على لسان السكينه انهم كانوا كيستمتعوا بالخرير ديال المياه ديالو وحشم ويداش كانوا كيعوموا في هذا الماء وكيستمتعوا به. من بعد جا المشروع ديال اللي ديك ودوزوا القوادس وللاسف انهم القوادس هذو كانوا ديال الواد الحار دوزوهم اليوم من هذا الواد هذا والناس مساكن قهراشهم الريحه اللي دابا حاليا حنا واقفين هنا وريحه خانزه بزاف تشخروا لذلك اتصلوا بنا حنا باش نوصلوا لهم صوتهم وان شاء الله يقوموا معهم بحل اقرب وقت ممكن. لان احد من الساكنه غادي جينا هنا احد من الساكنه غادي يحكي لنا المعاناه اللي كيعيشوا مع هذا الواد. السلام عليكم. السلام عليكم. المشكل الاول كيفاش طرا؟ السلام عليكم. كنهضر باسم ساكنه حي النسيم المتضررين من جراء هذا واد الصح واد الحار واد الحار كما كنسميوه بالدارجه. خويا احنا جينا عبر مشروع المحج الملكي اللي كان في مدينه قديمه حولونا على اساس ترياب. جينا هنا لحي النسيم الحمد لله الناس استفدات من الديور ديالها. كنتفاجئوا الواد كان نقي كنشوف انا الدراري كيعوموا فيه. من نهار جيت هنا كنشوف الدراري كيعوموا فيه. انا بعدا ملي كنمشي ندير لونطريمون ديالي كنغسل فيه يديا. واحد النهار بداو الاصلاحات قلنا الحمد لله راه الواد غيتصلاح هادي غنوليو نشوفوا وليداتنا كيلعبوا ما بقيناش كنخافوا عليهم حيت كان بحال شي واد سوفاج شي غابه ولا مشى شي واحد تما مابقاش تشوفو. من بعد كنتفاجئوا مورا هذيك الاشغال كنتفاجئوا ان كتجينا واحد الريحه كريهه كتسد الشراجم كتسد البيبان رغم ذلك كتوصلك ديك الريحه. ملي جينا نقلبوا لقينا ان الشركه ديال ليديك شدات الواد الحار ديال النسيم كامل خرجاتو في هذا الواد. جينا نسولو عاوتاني لقينا ان شركه ليديك خرجت الواد الحار ديال المشاريع ديال بوسكوره كاملين كيف الواد الحار كيدوز عن طريق هذا الواد هذا. فلذا حنا ما نقدروش نعيشوا شي حاجه بحال هكا اللي غضر الصحه ديال الساكنه. كاين الناس مراض كاين الناس عندها الحساسيه. انا بعدا وليت كنحك ما كنتشكم حتى شي مرض وليت دابا كتوصل سبعه الشيء كنبدا نحك بهذيك الرائحه. حنا كنطلبوا من السلطات ومن الشركه ديال ليديك دير لنا شي حل. تقريبا من كورونا فاش كورونا اكتشفنا هذا المشكل. كنا كنخرجوا بالليل هنايا كنريحوا كنجمعوا فقيت هذيك الحدود اللي كانوا دايرين لنا السلطات ما تخرجش من الساعه الفلانيه الفلانيه كنخرجوا هنا كنجمعوا كمتنفس باش نغيروا غير الجو ديال الدار الخنطه ديال الدار. ملي كنريحوا هنا ما كتقدرش تريح لذا كنطلبوا من السلطات دير لنا شي حل والشركه ديال ليديك حتى هي دير لنا شي حل. راه هذا ماشي هو المحافظه على البيئه ماشي هذا الشيء اللي قال لنا يوم سيدنا الله ينصرو. المحافظه على البيئه راه داروا عليها مؤتمرات دار عليها كوب 22 في مراكش باش تكون محافظه على البيئه ماشي باش نضروا الانسان. الواد هذا كيشكل لكم مشكل كيشكل خطر كبير حتى الوليدات راه بداو كيمرضوا بالحساسيه وليدات الصغار بداو كيمرضوا بالحساسيه. الا بغاونا نخويو هنا الا بغاونا نخويو هنا ونمشيو بحالاتنا يعطيونا فين نسكنوا. حنا ماذا بينا نسينا واحد المشكل ديال القنطره اللي دار وما شفناش البلو ديالو. والدينا ما دابا اللي بغى يمشي سيدي معروف ما يقدرش يطلع في هذيك القنطره. الناس راه كاع مرات بالروماتيزم وهادي نسينا داك المشكل بدينا كنساو خرجوا لنا مشكل ديال رائحه كريهه كنسدوا البيبان كنسدوا الشراجم الناس راه ولات شاريه كيلو ديال البخور كتوصل سبعه د العشيه باش كيديروا كتلقوا. شنو رسالتك لهاد الناس المسؤولين على هادشي؟ رسالتي لهاد الناس راه حشومه عليهم وعيب وعار تجي وسط مشروع سكني وتخرج الواد الحار راه حتى شي دوله ما شفتها. وكازا يا حصره اللي هي
نهار كانوا تيحفروا الصحاب اللي يديك وداك الشيء، انا سولته بنفسي قلت له الله يجازيك بخير واش هذا واد الحار غتطلقونا؟ قال لي لا اختي راه ماشي واد الحار، راه ما عندناش حق نطلقوا واد الحار. من بعد ما سالوا الاشغال ديالهم مشاو تنكتشفوا واد الحار كيطلق هنا، والله ما كنعسوا قسما بالله ما كنعسوا. عندك مع الفجر كتطلق الريحه وبالليل مع السبعه د العشيه ومع الصباح بكري، والله ما كنعسوا ولا كنشوفوا. نتمنوا من الله الله ينصر سيدنا يوقفوا معانا ويديروا لنا حل مع هاد الريحه اللي كاينه هنايا. راه ماشي معقول واد الحار يطلق يسيبوه هنا. انا بعدا كنقول لك نهار سكننا الحمد لله الا شفت دراري كيعوموا فيه، والله الا كيعوموا فيه من ولادي، ولادي انا عاموا فيه. دابا ما كيقدروش شي يدوزوا من حدا بديك الريحه. كان منظر زوين شي ما كانش مصلوح، وكنا كنوا فرحانين واحد النهار غيتصاوب وخادي وخادي. دابا من بعد ما بقيناش كنعسوا بالليل، بالليل كتضربك الفيقه كنتقج، والله الا كنتقج كنولي نشرب حاشاك عف الدوايات باش كيتسرح لي الصدر. وحق الله ما نكذب عليك. شناهما؟ اش نقول لك؟ الله يدير تاويت الخير وصافي. وليديك ما داروا معاك والو والو والو، الناس داروا الشكايات. شوف انا كنسول الناس، قال لي اختي راه ديرنا شكايات درنا هذه، ولكن ما قدروش يديروا معنا والو. ما بغاش يتواصلوا معاهم، قال لي اختي كاينه يد فوق من يدنا، ما نقدروش. وحق الله العظيم الا بحالك الا ناس سولتهم في الجمعيه قلت لي اخويا الله يجازيك بخير هذيك الريحه شوفوا لنا حل مع هذه الريحه، راه والله ما كنعسوا هذه. قال لي شوفي اختي والله تهضرنا مع ناس، قال لي ولكن لقينا يد كبر من يدينا ما قدرنا نديروا والو اختي. وهذا الشيء اللي غنقول لكم، الله ينصر سيدنا ونتمنوا من الله يشوفوا من حالنا ومن حال هاد الناس. راه الناس كلهم ضروري، راه ماشي بالشر. اجي امي حليمه اقول لي هذاك الشيء اللي دارك امي حليمه، ما غتقوليش اكثر من اللي عارفه. شي انا لا اللي كتعاني مع هذا الولد. شوفي انا امي حليمه، شوفي عندي انا. وي خليك شوف لنا هذا الشيء فين غادي يكون. امي حليمه انت كتعاني معاش مع الريحه. الريحه عاطيه. انا ما نعش في الليل والله ما نعش. يلا درت عملية في عينيا. ايه ضر في عينيا. دابا ما نقدرش نحل عينيا. ودابا ما نحلش عينيا كاع دابا. شنو تقولي لهاد الناس ام حليمة؟ والله يهديهم. الله يهدي خوتنا. اش غنقول لهم؟ الله يهديهم. راه خوتنا. واش كطالبي دابا؟ نطلب الله والملك يحل هاد الريحة. اش قهرتنا؟ قهرتنا والله تلا قهرتنا. هادشي اللي ولاو لنا السلام عليكم اولادي، حنا راه عيينا وما عرفنا ما نديرو، وفاتها دايره شكايه وفاتها على القلب. شكايه لمن؟ وضحي. لديك لديك انا حيت ما قاريه داكشي ما عرفتش انا من درتها، وفاتها على القلب مريضه والله العظيم. ديك الريحه اللي كتقهرني وضرتني حتى في العينين وفي قلبي. ولدي الله يدير لينا شي تاول تاع الخير، والله ينصر سيدنا والله يهديكم اولادي، تشوفوا لينا شي حل. راه حنا عيينا ما عرفنا اولادي ما نديرو. الله يعطيكم الخير اولادي لما شوفوا من حالنا. راه حنا ما عندنا ما نديرو حنايا، شوفوا انتم راه بحال في يديكم انتم. السلام عليكم اولادي. رسالتي لهاد الناس ما كطلبوا منهم والو، كطلبوا منهم غير شوفوا لنا مشكل هاد الواد الحار يدوزو كما خاصو يدوز كيخرج للبحر كما دايرين جميع الناس. صافي هذا هي الرساله ديالنا، ما كنحاسبوا حدنا، طالبين منهم يعطيونا معاونه، ما طالبين منهم حتى شي حاجه يحلوا لنا غير هذا المشكل. الا كان شي حل اخر يغطيوه ما نبقاوش حنا كاع نشوفوا هذا الخنز هذا. شي حاجه تحبس الرائحه، شي حاجه اللي تحبس لنا الرائحه. المشكل الوحيد كاين في الرائحه اللي قهرتنا، هو الرائحه اللي قهرتنا اخويا. ورا اش نقول لك؟ لا اله الا الله. الى
إذن مشاهدي قناة شوف تيفي كيمشوا معنا باللي هاد الناس هادو تضروا بزاف، منهم مسنين، منهم ناس كبار، منهم ناس مراض. يعني شفنا جميع الحالات اللي مي حليمه، وكذلك الحاجه الاخرى انه من الناس هادو غير شويه من بزاف، يعني هاد الناس اللي مراض كيزيد هاد الرائحه تسبب بزاف الامراض، يعني التنفسيه، كذلك المرض ديال العينين، الحساسيه. يعني الناس كاملين ولا كيتشكاو، كاين وليدات صغار اللي حجي تنفس خارج هواء نقي. يعني كيفاش انت لا يعقل انك تكون ناعس كتشم الريحه اللي خانزه؟ يعني مشاهدي الكرام كتشوفوا القادوس ديال الواد حار اللي كيكب حاليا، يعني ها هما كنحاول نوضح لكم في الصوره. يعني الخنز كيبان لكم حاشاكم، يعني جميع المخلفات الساكنه كتكب في هذا البيت هذا، يعني كيشموها همايا. فهذا الشيء ماشي معقول، هذا الشيء اللي كيسبب ضرر للساكنه. كانوا واحد النهار عايشين فيه بخير هذا الواد هذا، يعني كيستمتعوا به. واخا قال لك واخا ما كانش مصيب، واخا ما كانش مصيب، كانوا كيشموا الرائحه، كانوا كيشوفوا المنظر الزوين ديالو، الوليدات الصغار كانوا كيعوموا فيه. يعني كلشي كان كيستغل هذا الماء هذا الزوين. ولكن واحد النهار جا المشروع ديال القوادس كما قالوا، ومع ذلك طرحوا عليهم سؤال، واش هذا الواد هذا يدوز في واد الحار؟ قالوا لهم لا. من بعد كيتفاجئوا باللي هذا الواد هذا فعلا يدوز في الواد الحار. فالناس تقهروا، هذه ازيد من سنه وما كيعانيوا من هذا الشيء، داروا بزاف الشكايات، باقي ما توصلوا حتى شي حل. واش هاد ليديك هادو ما مسوقينش؟ واش هاد ليديك الامر ديالهم ما تيهمش لهم الامر ديال الناس؟ يعني فقط انهم يجيو يديروا هاد المشاكل ويمشيو، فقط انهم كيجيو يعرفوا يتحاسبوا غير على الموضوع ديالهم اللي كيوصلهمش. فهذا مشكل، يعني الساكنه راه تضرات. كنتمنوا من الناس المسؤولين يعني يتواصلوا معهم بحال باقرب وقت ممكن. المشاهدين الكرام كنا معكم في البث المباشر من النسيم، الى اللقاء باش اخر ان شاء الله.